للي متابع سوق المال في خلال الفترة اللي فاتت هيعرف انه سنة 2022 بدأت علينا بطريقة وحشة جدا. الأسواق كلها تقريبا في النازل، بتحديد سوق الأسهم الأمريكية ومن غيرها من أسواق تانية زي سوق العملات الرقمية. في الحلقة دي بقى هنتكلم عن ايه اللي بيحصل في الأسواق دي وليه سبب النزول العنيف ده، وفي نهاية الحلقة هتكلم عن انا بالنسبة لي هتصرف ازاي في الوضع ده. هل دي تعتبر فرصة كويسة للاستثمار وانه تضخ فلوس جديدة في السوق، او دي بداية لقصة مأساوية داخلين عليها في خلال السنة دي؟ ففي الاول خالص عشان نفهم ايه اللي حصل بالظبط لازم نرجع تاني لشهر مارس سنة 2020 في وقت الكورونا، لما السوق وقع وقع عنيفة جدا. السوق وقع تقريبا بنسبة 35% من اعلى نسبة وصل لها في خلال فترة قصيرة جدا. وفي خلال الفترة دي البنك الفيدرالي عشان يحافظ على الاقتصاد الامريكي اضطر ان هو ينزل نسبة الفايدة بشكل كبير جدا، واضطر ان هو يطبع فلوس كتيرة ويدخل فلوس كتيرة جدا في المنظومة عشان تحافظ على عجلة الاقتصاد. ووزعوا حتى فلوس، وصلت مرحلة ان هم كانوا وزعوا فلوس للناس عشان الناس تعرف تحافظ على الصرف بتاعها وتصرف فلوسها، فبالتالي ما تبطأش الاقتصاد بتاعها، وكان حل مؤقت عشان نعرف نطلع من فترة الكورونا بأقل ضرر. ولكن طبعا توابع حركة زي كده انك انت تضخ فلوس كتيرة وتنزل نسبة الفايدة، بأبسط ما فيها هي فكرة انك انت لما بيبقى فيه فلوس كتيرة منظومة في موجودة في المنظومة بتقل القدرة الشرائية بتاعت العملة دي، فبالتالي بتزيد نسبة التضخم بشكل كبير. وده اللي حصل فعلا في الفترة اللي فاتت، انه نسب التضخم في امريكا بالنسبة للدولار وصلت لمعدلات عالية. مهم يرجع تاني البنك الفيدرالي ياخد خطوات تانية عشان يتحكم فيها او يسيطر على الموضوع وما يفلتش من الايد، لانه سهل جدا تقول انك عايز تنعش الاقتصاد يبقى تقلل نسبة الفايدة، ولكن ما ينفعش تفضل عايش عليها، وما ينفعش تدي المنشطات زي ما بيعتبروها الاقتصاديين، ما ينفعش تفضل عايش على المنشطات دي، محتاج تهدي الوضع عشان السوق يرجع لحالته طبيعية. فطبعا عشان البنك الفيدرالي يعالج الموضوع ده كان مطلوب منه ان هو يعلي نسبة الفايدة مرة تانية، ويوصل لمرحلة ان هو يحاول يقلل المنشطات او المساعدات اللي بيعملها، سواء كانت للشركات او للافراد نفسهم. والحركة زي كده طبعا هتقلل سرعة نمو الاقتصاد نفسه، فبالتالي هنا اللي بدأت تزرع بعض التخوفات عند الناس ان السوق منفوخ كتير جدا والسوق بدأ يقع من تخوفات كتير من الناس. وهنا ممكن نناقش بقى ايه الاسباب من وجهة نظر اللي شايف، او من وجهة نظر التحليل اللي انا عملته اللي شايف انه السوق قاعد بينزل بالمعدلات الكبيرة دي. اول سبب مقنع ممكن نشوف انه ليه بورصة يعني نزلت في خلال الفترة دي بالمعدلات دي، هو انه لو جينا نرجع تاني برضو ونكبر العدسة ونشوف اللي حصل من خلال وقت الوقعة اللي حصلت في وقت الكورونا نفسها، هنشوف انه السوق عرف يعلى من اعلى نسبة وصل لها قبل الكورونا، قبل ما يحصل الازمة بتاعت الكورونا نفسها، عرف يزيد تقريبا بحوالي 40% من اعلى نقطة وصل لها قبل الكورونا. ولو جينا نقارنها كمان من اوطى نقطه وصل لها في وقت الكورونا نفسها لحد اعلى نقطه وصل لها قبل ما السوق ينزل، كان عرف يكبر باكتر من 115%. يعني السوق عرف يتدبل تقريبا في خلال فتره زمنيه قصيره بالنسبه للمعدلات النمو الطبيعيه بتاعه الاسهم الامريكيه. فانا نفسي شخصيا في خلال الفتره اللي فاتت كنت بحقق ارباح كبيره جدا في محافظ الاستثماريه بتاعتي بنسب غير متوقعه، لانه النسب الطبيعيه بتاعه البورصه الامريكيه ممكن تتراوح ما بين 10% و12% او 8% متوسطات على مدار السنة كلها. فانه يعدي علينا سنين كنا بنحقق فيها اكتر من 40 او 50% على مدار السنة كلها، كانت معدلات كبيرة جدا. ودي كانت احد الاسباب الرئيسية اللي انا شايف انه كان متوقع ان المفروض السوق يهدى شوية او يحصل فيه نوع من انواع الكوركشن زي ما بنسميها، التصحيح اللي ممكن من بعدها يعرف يكمل ساعتها. ولكن المعدلات الضخمة اللي احنا كنا شايفينها جديا كانت الى حد ما مربحة، ولكن مقلقة عند بعض الناس ان اول ما تحس انه في ملامح ضعيفة السوق من بعدها يقع بشكل سريع. وهنا اللي دخلنا في السبب التاني اللي احنا شايفينه، ان هو اي مجرد مشاعر موجودة في السوق، للمشاعر العامة اللي بنسميها السنتمنت بتاع السوق، لو اي حاجة حصلت في خلال الفترة دي تخلي المستثمر الان من ان هو يفضل حاطط فلوس في حاجات زي الاستثمارات في الاسهم الامريكية او زي حتى الحاجات العملات الرقمية اللي فيها مخاطرة، فاول ما بيحس انه في اي قلق بيضطر يسحب او بيبقى عايز يسحب فلوسه من السوق، فبيؤدي ان السوق نفسه ينزل بشكل كبير زي كده. والسبب التالت اللي بعض
المحللين برضو بيستندوا عليه هو فكرة المشاكل اللي بتحصل في المنظومات الشحن العالمية دلوقتي. فشوفنا كونتينرات بتزيد أسعارها في الشحن بمعدلات كبيرة جدا بسبب مشاكل حصلت لما كلنا اضطرينا نقعد في البيت، ولما رجع تاني المنظومة تحاول ترجع تاني للطبيعي بسبب ان هي منظومة شغالة على حتة ضيقة جدا، ما هوامش الخطأ فيها كانت بسيطة جدا. عاملة زي بيديها كمثال انك انت لما بتبقى على شارع هاي واي مثلا، مجرد حادثة بسيطة ممكن توقف الناس شوية وبعدين الحادثة تنحل وكل حاجة، تصنع من بعدها تأثير كبير جدا من زحمة تقعد فترة طويلة جدا تعرف تحلها. فنفس الفكرة تقريبا في منظومات الشحن العالمية، مجرد ان هي اضطرت تقف في فترة وبعدين رجعت ترجع تاني عملت دلوقتي ريبل افكت او تأثير كبير جدا على الشحن العالمي، اللي مأثرة على منتجات في اماكن كتيرة ومأثرة على صناعات كتيرة منها صناعات العربيات وصناعات احنا معتمدين عليها يوميا، اللي بتوصل لمرحلة انه الاسعار بتضطر تعلى بشكل كبير. وهنا الفكرة اللي الناس قاعدت تقول انه التضخم مش بس مجرد انه وجود فلوس كتيرة في السوق، لا ده التضخم برضو زيادة الاسعار دي من نواتج برضو لمشاكل حصلت. ودي اللي تخليني انهي الموضوع او انهي الحتة دي بانه الحقيقة هو انه مفيش سبب واضح، سبب واحد مقنع يخلي الواحد يقول انه البورصة فيها مشكلة او فيها ازمة كبيرة جدا. فانا بالنسبة لي ومن وجهة نظري شايف انه يعني انك انت تخش في التفاصيل وفي عمق التفاصيل وتحاول تفصص كل حاجة والسوق هيحصل فيه ايه وهيتجه لفين ومين هيعلي الازمة بتاع مين اللي هيعلي نسبة الفايدة، وطب لو علاها هيحصل ايه، طب لو وطاها او حافظ عليها ايه اللي هيحصل في السوق، وكل التفاصيل دي اكبر من حجمي بشكل كبير جدا واكبر من حجم معظم المستثمرين البسيطين اللي قاعدين في بيوتهم. لانه الحقيقة هو انه يعني انت ممكن تقعد تسمع للاراء المختلفة وتسمع لتقارير مختلفة، لكن معظم الاراء والتقارير دي مصممة عشان تنباع للناس، ففي منها حاجات هتبقى عايزة تخوف الناس لمصالح مختلفة لمجرد حتى ان هي عايزة تبيع الخبر. فوجود انك انت تمشي ورا الاراء العامة ورا مجرد تحليلات ناس عامة من وجهة نظري شايفها حاجة ممكن تأذيك على المدى البعيد. مطلوب من الشخص من وجهة نظري انك انت مجرد تكون عندك ردة فعل تشوف السوق بيحصل فيه ايه وتبص على التاريخ نفسه وتحاول تحكم من تاريخ السوق هل ده شيء طبيعي ولا لا. وللإجابة على السؤال ده بشكل بسيط، فالموضوع اللي بيحصل ده شيء طبيعي جدا. هل البنك الفيدرالي فعلا في مراحل قبل كده نزل سعر الفايدة بشكل كبير جدا واضطر يرجع يعليها تاني، وتوابعها برضو حصلت ان السوق برضو مجرد ان هو بيكلم ان هو هيعملها حتى كان البورصة بشكل عام بتنزل بشكل كبير جدا. المعدلات النسب اللي نزلها السوق في الوقت الحالي تعتبر برضو ما زالت طبيعية. اتكلمنا عليها على الموضوع ده قبل كده انه تقريبا اي هبوط في السوق بيتقسم لثلاث مراحل بشكل عام. الاولانية هو انه اللي بتسموها زي الكوركشن اللي هي ممكن تكون نسبة خفيفة بس من مجرد تصحيح خفيف للسوق من مجرد 7 أو 8%، وبعدين فيها البول باك او اعتقد يمكن لخبطتهم الاثنين، اللي هي ممكن تكون من 8% لحد 20%، وما اكثر من 20% بيكون يعتبر كراش اللي هو زي ما حصل في وقت الكورونا نزلت باكتر من 35% او حوالي 35% اللي تعتبر ازمة اقتصادية بمعنى اصح. ولكن التعافي منهم كلهم على مدار التاريخ سواء كانت الكوركشنز او البول باكس او الحاجات دي يعني بتاخد وقت عبالة ما السوق يرجع يتعافى منها. في المرحلة اللي احنا فيها دي تكاد تكون النسب ما زالت حوالين 10% لـ15% هبوط في معظم المؤشرات، فما زالت ما هيش تعتبر كراش، هي تعتبر تصحيح كبير للسوق من وجهة نظري. هل ممكن تكمل في نزول؟ ممكن جدا، وارد جدا ان هي تكمل في نزول في خلال الفترة اللي جاية. هل ممكن تتعافى بشكل سريع زي ما عملت قبل كده من مجرد شوية سنتمنت أو قرارات إيجابية في السوق دلوقتي؟ برضو ممكن تعملها جدا. وهنا اللي دخلنا في آخر حتة في الحلقة وهو ايه المفروض يكون رد فعلنا في الوقت الحالي. في الاول خالص نصيحتي دايما هو انك حاول تبص على العدسة الكبيرة او الصورة الكبيرة، من انك ما تحصرش نفسك في انه السوق في الفترة اللي فاتت نازل 10%. احنا دايما بنتكلم عن الاستثمار طويل المدى بيبقى انك انت تحط فلوسك لخمس سنين على الاقل. يعني لو انت عندك فلوس ومحتاجها في خلال خمس سنين اللي جاية بلاش تحطها في اي استثمارات، لانك بلاش تحط فلوسك وتضطر تحتاجها تسحبها من البورصة، وهي البورصة ممكن تكون تحط فيها فلوسك النهاردة تقع بكرة بتقع السنة الجاية يحصل فيها مشكلة تلاقي نفسك فيها خسران وتضطر تسحب فلوسك وانت خسران. الطريقة الوحيدة تقريبا اللي ممكن تكسب فيها في البورصة الامريكية هو انك تسيب فلوسك لمدة زمنية طويلة، انه حتى لو عدى عليك ازمة اقتصادية
الاقتصادية في النص ممكن تعرف تتعافى منها بشكل سهل وممكن برضو تطلع من بعدها كمان كسبان. وهنا النصيحة اللي دايما الناس او المستثمرين انه avoid timing the market، ما تحاولش يعني تبقى عايز تحط الوقت المناسب او تدور فين الدب فين اوطى نقطة هيوصل لها عشان اشتري منها، لانك كل ما انت هتتوه في التفاصيل الصغيرة دي مش هتبص على الصورة الواسعة، هتلاقي نفسك ضيعت فرص كويسة وما حطيتش فلوسك في الوقت الصح. فبالنسبة لي انا مثلا في حد من كام يوم جه وقال لي شفت قلت لك السوق الامريكي هيقع، وكنت من ساعة ما انا كنت بتكلم عن اوقات الاستثمار في الاول كان في برضو الاراء المعاكسة نفسها انه لا السوق منفوخ، الدولار فيه مشكلة، الازمة العالمية جاية، الحاجات دي كلها. ولكن هنا دي النقطة انه مجرد انك انت قعدت تستنى الازمة اللي تحصل، انا قاعد معظم المحافظ بتاعتي الحمد لله لحد دلوقتي بمعدل اكتر من 50% من ساعة ما دخلتها، وممكن تنزل عن كده يعني ما تفهمش انه دي كده كده خلاص انا كسبان لان انا برضو لسه ما بعتش بأرباح. ولكن الشخص اللي فضل قاعد مستني النزلة الكبيرة او الازمة الاقتصادية فضل قاعد مستني يفوت على نفسه كل الارباح اللي طلعت فيها في خلال السوق في خلال الفترة اللي فاتت، ففعلا لما السوق نزل دلوقتي فعلا حصل هبوط شديد وهبوط عنيف، وفعلا السوق فعلا قاعد بينزل بمعدلات ضخمة، لكن الصورة الواسعة تيجي تلاقي انه فضل بيستناها دول فوت على نفسه اوريدي ارباح كتيرة. النصيحة التانية بقى قبل ما نخش في ايه السيناريوهات انه هل فعلا تشتري دلوقتي ولا تستنى ولا تعمل ايه، النصيحة التانية هو انه حاول تستثمر في الحاجة اللي انت مقتنع بيها. دايما بنتكلم على اساس انه الاستثمارات لازم تكون مبنية على اساس القناعات بتاعتك. يعني انا لما حد بيجي يسألني هل انت مقتنع بالبورصة الامريكية لما تيجي تخش تحط فيها معظم تحويشتك ومعظم الفلوس بتاعتي حطيتها في البورصة الامريكية، هاجي اقول انه قناعتي مبنية على اسس معينة هي اللي وصلت بيها للمرحلة دي، يعني انه اكون مطمن ان السوق قاعد بينزل بالمعدلات دي وانا سايب فلوسي. بالعكس ده انا بفكر كمان اضيف في استثماراتي في الوقت الحالي، لانه الحقيقه هو ان معظم الاستثمارات، وانصح طبعا اي حد عايز يخش في الاستثمار يرجع تاني لسلسله الحلقات بتاعت الاستثمارات وايه الاستثمارات اللي انا بنصح بيها في البورصه الامريكيه بطريقه امنه جدا. ولكن الاستثمار بشكل عام في البورصه الامريكيه لو جيت تقارنه باي بورصات تانية عالميه، سواء كانت لو جينا نقول ان الصين نفسها هي نهضه اقتصاديه كبيره وفي خلال سنين متوقع انه المعدل او النمو الاقتصادي بتاعها او الحجم الاقتصادي بتاعها يعدي حجم الاقتصاد الامريكي، ولكن برضو نيجي نبص على الصين هنلاقي انه البورصه الصين هي مجرد مصانع تقريبا، فالبورصه الامريكيه هي الفاينانشال هاب، هي المقر الرئيسي اللي فيها الشركات الرئيسيه. فابل على سبيل المثال لما تروح تفتح مصنع في الصين هي افادت الاقتصاد الصيني من ان هي فتحت المصنع فيها، بس انا لو عايز استفيد من الاستثمار في ابل مش هروح استثمر في الصين، هروح استثمر في البورصه الامريكيه في شركه ابل اللي هي موجودة في البورصة الامريكية. فتليها امثلة كتيرة جدا، والصين نفسها اصلا في خلال الفترة اللي فاتت بينت ان هي اصلا مش عايزة شركات عندها توصل لمراحل كبيرة، هي اللي بدأت تقتل شركات كبيرة بنفسها زي شركة علي بابا او انت جروب او غيرها من شركات كتيرة، بدأت توصل لمرحلة ان هي كانت توصل لحجم ان هي اللي تقول للحكومة تعمل ايه، وطبعا في الحكومة الشيوعية اكيد مش هتبقى عايزة حد يقولها هي اللي تعمل ايه، فهتحجم اي شركة ان هي توصل لمستوى كبير زي الشركات اللي موجودة في البورصة الامريكية. ولو جينا نقارنها بحاجات تانية، يعني زي ما بنقول الصين اصبحت اكتر من مجرد يعني هي بس مصنع للاقتصاد العالمي لكن مش مقر للبورصة او مش مقر للشركات بتاعتها. لو جينا نقارنها برضو باليابان او حتى اوروبا هتلاقيها ان هي دول عجوزة جدا دلوقتي، دول ما عادش فيها شركات جديدة بتنمو بمعدل معدلات كبيرة زي البورصة الأمريكية. فلو جينا نلاقي على آخر الشركات الجديدة الحديثة اللي بتغير في التكنولوجيا العالمية، سواء كان شركات لها علاقة بالعربيات زي شركة تسلا هي دلوقتي أكبر شركة عربيات، شركات لها علاقة بالشوبينج نفسه زي أمازون بقت بتأثر على معظم الدول بتاعتنا، إحنا نفسنا أصبحنا مستهلكين فيها، هتلاقي إن كل الشركات دي بداياتها ومقرها موجود في أمريكا برضو. لكن على العكس لو جيت تبص على اليابان هتلاقيها أصبحت تقريبا اقتصاد عجوز معتمد على كام شركة كانت مفتوحة كده زي نيسان او ميتسوبيشي، شركات قديمة جدا. طموحات الناس في الدولة دي هي مجرد ان هي تشتغل موظفين عند الشركات دي، مش طموحات ان هي تفتح شركة جديدة بفكر جديد بفكر واسع يغير العالم. فهنا الفكرة انه برضو اقتصادات كبيرة زي اقتصاد الياباني او اقتصادات من بعض الدول الاوروبية رغم انه فيها شركات ضخمة وشركات عملاقة بس ما فيهاش الابداع الكافي اللي يطمني ان المستقبل عندها.
فالملخص حاول انت نفسك برضو تبني قناعاتك بنفسك، حاول تاخد الافكار وتشوف الدنيا ماشية ازاي او اتجاهات الدنيا ماشية ازاي، ولو انت عندك اي حاجة مقتنع بيها بشكل كبير ودارسها بشكل كويس هي دي الحاجة اللي انا هنصحك دايما تحط فيها فلوسك وتستثمر فيها، بغض النظر سعرها كام النهاردة، بغض النظر في ازمة النهاردة ولا لا في الاقتصاد، كل الحاجات دي انا هتتعدل على المدى البعيد. ولو توقع لو تصورنا ان الدنيا مش هيحصل فيها مشاكل كبيرة جدا زي ازمة اقتصادية او وباء عالمي ينهي على البشرية او حاجة زي كده، والدنيا فضلت ماشية بشكل طبيعي، الامور بتفضل تتحسن، الشركات بتكبر، الاقتصاد العالمي كله بيكبر. فدلوقتي في نهايه الحلقه ممكن نتكلم على يعني لو انت دلوقتي مهتم فعلا تستثمر في الاسهم الامريكيه او تستثمر حتى في الحاجات اللي نازله زي برضو العملات الرقميه او غيرها من اسواق كتيره نازله في الفتره دي، ايه انسب طريقه؟ فطبعا رغم انه في سيناريوهات مختلفه، في اللي شاري في العالي وخسران دلوقتي مع النزله اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، في اللي شاري في الواطي وما زال مع النزله دي برضو يعتبر كسبان ومحافظه برضو لسه محقق فيها ارباح كويسه، وفي اللي مش شاري خالص وعايز يدخل اصلا من الاول خالص. فكل واحد ممكن يكون ليه اعتبارات مختلفه، ولكن السيناريوهات انك لو عايز تشترك او تدخل بيبقى من وجهه نظري هم 3 سيناريوهات، يا اما تدخل على مرحله واحده فتقوم انت عندك فلوس مثلا خلينا نفترض ان هو مبلغ بسيط، مبلغ انت مش هتقدر تقسمه كتير مثلا $1,000 او $2,000 ولا حاجه عايز تدخله مره واحده في البورصه، فساعتها ممكن اقول لك والله انك مش محتاج تقعد وقت تستنى الوقت المناسب وتشوف فين الدب، فين اوطى نقطه وصل لها السوق عشان تبدا تحط فلوسك، لانك عمرك ما هتعرف تجيبها صح. وانك تدور على اوطى نقطه دي لو رجعنا تاني لمثال الكورونا مثلا او وقت الكورونا يكاد يكون كان صعب جدا تعرف تلقط فين اوطى مرحله، سهل انك تشوفها بعد ما حصلت بس في خلال ما هي بتحصل صعب جدا انك تعرف تميز اوطى نقطه هيوصل لها السوق. الطريقتين التانيين هو انك يا اما برضو تجزأ فلوسك لمراحل، فممكن نقول مثلا فرضا عشان نبسط المثال دلوقتي انك تدخل بالنص وتستنى النص اللي بعدين وترياكت مع السوق، تتعايف تتفاعل مع السوق انه السوق نزل اكتر تشتري اكتر في النازل فتافرج داون. ففي الحاله دي برضو لو رجعنا نطبقها للكورونا، لو انت دخلت في اي مرحله كده وقلت ان انا هدخل في السوق وان السوق وصل لمؤشر كويس لوضع كويس تقوم انت شاري على طول، وبعدين لو السوق كمل في نزول فانت برضو تشتري اكتر لما السوق ينزل فمتوسط سعر الشراء بتاعك يقل، فبالتالي ساعتها تبقى عندك برضو سعر مناسب في الدخول بتاعك انك انت عرفت تسيب شوية فلوس على جنب تتحكم فيها. بس ممكن برضو تدخل في مرحلة من المراحل وتلاقي السوق بدأ يزيد من بعدها فتضطر انك انت تضيف 50% لانك كده كده عايز تحط فلوسك كلها، فبرضو تلاقي نفسك وصلت في متوسط انت نفسك ما تقدرش تميز فين هتكون احسن نقطة، فهي مجرد بتقسمها عشان تشوف ازاي تتفاعل مع السوق. فممكن تتفاعل منها تستنى ان السوق يتعافى، دي احد الافكار عند بعض الناس يقولك سيب السوق ينزل قد ما يقدر واول ما السوق يبدأ يتعافى تبدأ تضخ فلوس. بس هنا برضو اللي هتكون النقطة انك بالطريقة دي مش هتعرف تلقط اوطى نقطة ومش هتعرف تقرب لاوطى نقطة، لان السوق ممكن يبدأ يتعافى شوية ويديلك بعض الملامح ان هو بيتعافى زي ما برضو حصلت في وقت الكورونا، وبعدين بعدها على طول يوم يرجع ينزل تاني لاي سبب من الاسباب. فهنا برضو مش هتقدر تميز امتى بالظبط السوق بيتعافى، السوق ممكن يكون في اتجاه ان هو بيتعافى لكن يعمل لك حركة يقوم مكمل فيها في نزول. فالملخص انه صعب انك تميز فين النقطة الصحيحة اللي تعرف تشتري فيها. صعب ان انا اقولك النهاردة انسب يوم، صعب ان انا اقولك اشتري النهاردة والسوق مش هينزل تاني. فبالتالي انا بالنسبة لي يعني التحليل العام اللي بعمله هو انه بستخدم مؤشر سهل اتكلمنا عليه هو 200 exponential moving average، مؤشر تقدر تروح تحط على trading view دلوقتي او في اي شركة او في اي منصة لعرض الاسعار بتاعت المؤشرات دي، هو ال 200 exponential moving average. لو جيت تبص في خلال الفترة اللي فاتت هتلاقي انه في غالب الحال السوق بيبقى اعلى من المؤشر دوان، فاي فرصة السوق بيقرب له بتبقى فرصة بالنسبة لي كويسة للشراء، فاي فرصة بيكون السوق نزل من تحتيه بتبقى فرصة مثالية من وجهة نظري انك تشتري. هل ده يعني ان هو مش هيكمل في نزول؟ لا تماما، السوق سهل جدا زي ما بنقول يكمل في نزول، السوق ممكن يحصل فيه مشاكل وتتطور اكتر، الاقتصاد العالمي ممكن يخش في مرحلة في ازمة احنا ممكن ما نكون متصورينها لسه، ولكن هي دي النقطة لو بتستثمر على المدى البعيد ممكن تلاقي شوية التغيرات البسيطة دي ما بتفرقش كتير مع الوقت قدام. ففي نهاية الحلقة يعني انصحك طبعا تعمل البحث اللازم بتاعك، ولو الموضوع يفرق بشكل كبير واستثماراتك يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة لك مهم انك انت تستشير الناس الكويسة برضو اللي في الموضوع، لانه انا من وجهة نظري يعني مهما كنت عندي خبرة ممكن تكون كويسة في سوق التداول اليومي، لانه سوق الاستثمار مطلوب يكون في حد عنده خبرة اكتر من 5 سنين في بعض الحالات حتى 10 سنين انه يدي نصيحة صحيحة
لانك انت تعمل ايه بفلوسك. كل النصائح اللي انا بجيبها دي مش مني لوحدي، معتمده برضو على ابحاث من ناس تانية، فبرضو اعمل انت البحث اللازم بتاعك، خد باراء ناس تانية، حاول تفهم ابعاد الموضوع كله عشان تبقى مستوعب ايه المخاطر اللي موجوده، عشان لو حاجه حصلت لك بكره تبقى انت عامل حسابها. لو حطيت فلوسك النهارده ولقيت ان احنا دخلنا في ازمه اقتصاديه برضو تبقى عامل حسابها، لان كل الحاجات دي حصلت قبل كده وحاجات بتتكرر على مدار التاريخ. نقدر نقرا التاريخ والماضي عشان نتوقع بيها المستقبل، ولكن طبعا الله اعلم. يا رب طبعا تكونوا استفدتوا من الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. مع السلامه.